طيب بالنسبة لتحريك الإصبع، بالنسبة لتحريك الإصبع جاء في هيئة وضع اليد اليمنى في الصلاة عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هيئات منها أن يقبض الخنصر والمنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويمد السبابة، ومنها أن يقبض الأصابع الثلاثة هذه ويجعل الإبهام فوق الوسطى ويشير بالسبابة، ومنها أن يجعل هذه الإبهام لاصقة بالسبابة هكذا. فكل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما التحريك فقد جاء فيه الإشارة، ثبتت الإشارة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشير بسبابته، وهذه الإشارة محتملة للتحريك ومحتملة للمد فقط. نعم. ولكن في حديث زائدة بن قدامة أنه كان يحركها، وعلى هذا التحريك لم يذكر لنا هيئته، فمن أهل العلم من يرى أنه تحريك إلى الأعلى والأسفل بمعنى الإثبات والإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من يرى أنه تحريك إلى العرض بمعنى النفي، النفي لا إله إلا الله، فهذه الشهادة متضمنة لإثبات ونفي، فالنفي فيها سابق على الإثبات فيقول هكذا لا إله إلا الله. ورأى ابن القيم أن يجمع الإنسان بين الأمرين، بين النفي والإثبات، لأن الشهادة متضمنة للأمرين، فيدور إصبعه هكذا فتكون الحركة فيها نفي وإثبات. وعموما اختلف العلم في التحريك، فذهب كثير منهم إلى أنه سنة، واختلفوا هل هو سنة من أول التشهد إلى آخره أو سنة عند لفظ الشهادة فقط، وهذا محل خلاف من أهل العلم، ولم يرد في ذلك نص قاطع حتى يتعين العمل به. فلذلك لا حرج على من حرك، ولكن لا بد أن تكون الحركة خفيفة يسيرة. بعض الناس يحرك يده كلها، وهذا ليس من شأن الصلاة، بل لا بد أن يحرك فقط إصبعه تكون الحركة هادئة خفيفة، ليست بالحركة الشديدة السريعة. ولذلك قال أبو بكر بن العربي في رده على الفقهاء: والله الذي لا إله إلا هو لقد أخطأ جماهير الفقهاء في هذه، فإن الشيطان لا يطرد بالحركة، فلو حركت له إصبعا لحرك لك عشرا، ولو حركت له عشرا لحرك لك مئة. فلا يرى أنها مطردة للشيطان، ويرى أنها مجرد إشارة للتوحيد.